هاي. إشارات السير معروفة بألوانها الثلاثة، أحمر، أخضر وأصفر. هالألوان طبعت حياتنا، فصار الأحمر أوتوماتيكياً بيعني التوقف والأخضر إمكانية المواصلة. أولى إشارات السير انوضعت بالولايات المتحدة بسبب ازدحام على الطرقات والخوف من حوادث السير، كانوا رجال الشرطة يرفعوا القضية. وكانت أولى الإشارات خاصة بالقطارات، وكان اللون الأبيض يستخدم للمرور والأخضر للانتباه. هالشي سبب مشاكل لعدم القدرة على التمييز بين الضوء الأبيض والنجوم بالليل، فتم استبدال الأبيض بالأخضر والأخضر بالأصفر. الأحمر لون بيعبر عن الخطر قبل وجود السيارات، هاللون بيتمتع بأطول ويفلنث أو طول موجة وممكن مشاهدته من مسافة بعيدة. مين قال إنه اليابان بتعتمد اللون الأزرق للمرور لأنه كانت بالسابق تعتبر الأخضر تدرج من الأزرق؟ أنا قال. أشوفكم بكرة.